الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم دائما بكل خير وبهجة وسعادة. اليوم في هذه الحلقة سوف نتناول بعض الكلمات والعبارات المتداولة إسلاميا في حياتنا اليومية، ولكن سوف نتناولها باللغة الإنجليزية. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يشملنا بواسع ووافر رحمته عز وجل، ونبدأ إن شاء الله. عندنا البداية In the name of Allah، بسم الله. Most gracious، most merciful، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Most هي صيغة التفضيل العليا التي تليها الصفة. Gracious، merciful، صفات في حق الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى صاحب الرحمة والرحمات لعباده. In the name of Allah، most gracious، most merciful. In the name of Allah، most gracious، most merciful. Praise be to Allah، the Lord of the worlds. Praise be to Allah، الحمد لله. The Lord of the worlds، رب العالمين. Praise بمعنى مدح، فالمدح ينبغي أن يكون كله لله سبحانه وتعالى. لذلك Praise be، الحمد كله يكون في حقه سبحانه وتعالى، له وحده سبحانه وتعالى. The Lord، فهو رب the worlds، إس جمع، رب العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. Praise be to Allah، the Lord of the worlds، الحمد لله رب العالمين. بعض الكلمات الأساسية المهمة التي ينبغي أن نكون على دراية بها: The Holy Quran، القرآن الكريم. The Holy Quran، القرآن الكريم. Holy أصلا بمعنى مقدس، فالقرآن كتاب الله، وكتاب مقدس ومنزه عن أي عيب وأي شائبة. The Holy Quran، The Prophetic Tradition، الحديث الشريف، نسبة إلى The Prophet، النبي. The Prophetic Tradition، الحديث الشريف. The Sunnah of the Prophet، السنة النبوية. طبعا كلمة سنة غير مترجمة، لأنها أصلا باللغة العربية سنة، إنما في اللغة الإنجليزية لا يقابلها إلا اسمها فقط، فإحنا نقول The Sunnah of the Prophet، السنة النبوية. There is no God but Allah، لا إله إلا الله. No God but Allah، but إلا، but Allah، إلا الله. There is no God but Allah، لا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم is the apostle of Allah، محمد رسول الله، apostle رسول. محمد is the apostle of Allah، محمد is the apostle of Allah، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك اختصار نلاحظه، وهو يوضع بين أقواس PPBUH، اللي بيقابله عندنا في اللغة العربية يوضع بين أقواس حرف الصاد لما نيجي نختصر صلى الله عليه وسلم. P
peace and prayer be upon him. P الأولى ديت رمزها الـ P أهو. P تانية أهي. B U H وهكذا. محمد صلى الله عليه وسلم is the master of apostles. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين. The master, سيد of apostles, المرسلين. لما يجي واحد يسألك عن أحوالك فأنت ممكن ترد عليه بالإنجليش thank goodness, thank goodness, الحمد لله, الحمد لله. دي تختلف عن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللي لسه قلناها praise be to Allah. إن praise be to Allah أنت تمدح الله, أما thank goodness أنت تعبر عن شكرك لله في جميع أحوالك على أحوالك. God willing, إن شاء الله. W-I-L-L will بمعنى, هي كلمة بمعنى إرادة إحنا عارفينها عندنا بمعنى سوف. will هنا مش فعل بمعنى سوف إنما هي اسم بمعنى إرادة. will إرادة, willing إرادة, ومشيئة. مشيئة وإرادة من؟ مشيئة الله. God willing, إن شاء الله. طبعا هنا حتة خاصة باللغة العربية, هذه هي الإجابة الكلمة أو الرسم الصحيح لإن شاء الله. إن شاء الله, إن منفصلة عن شاء, إنما لو إن شاء كلمة واحدة فالمعنى يختلف, تكون بمعنى خلق الله. لكن الصيغة الصحيحة هنا هي التي أمامكم على الشاشة, إن شاء الله, التي تحمل المشيئة والإرادة في حقه سبحانه وتعالى. God willing, God willing. Allah is greater, الله أكبر. Allah is greater, الله أكبر. Oh Allah, اللهم, عندما تدعو في دعائك وتقول اللهم أي يا الله, فنحن نقولها بالإنجليزية أو الله أي يا الله. فالأو إتش هي تساوي عندنا في اللغة العربية النداء, أو يا أو الله اللهم, التي تعني يا الله. وعندنا Oh my Lord, يا رب. Lord بمعنى رب. Oh my Lord, يا رب. Oh Allah, forgive me my sins, اللهم اغفر لي ذنوبي. Oh Allah, forgive me, اغفر لي. Forgive me my sins, ذنوبي. Glory be to Allah. Glory noun بمعنى اسم بمعنى المجد والعظمة. فالمجد والعظمة تكون في حقه سبحانه وتعالى, فنقول Glory be to Allah أي سبحان الله سبحانه وتعالى, تنزه عن كل نقص عز وجل. الله بين أقواس glory be to him, الله سبحانه وتعالى عز وجل, الله سبحانه وتعالى, الله عز وجل. الله glory be to him, glory be to him. Islam has been based on five pillars, بني الإسلام على خمس, أي خمسة أركان. Islam has been based on, بني على, based on five pillars, five pillars, خمس أركان,
خمس أركان five pillars. We believe in Allah. نؤمن بالله. We believe in Allah. Believe in. نؤمن بي. Believe in. نؤمن بي. We believe in Allah. نؤمن بالله. Believers المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم. Believers المؤمنون. Mothers of believers. أمهات المؤمنين. رضي الله عنهم جميعا. Mothers of believers. أمهات المؤمنين. Fear Allah. اتق الله. لأن التقوى في لغتنا العربية بمعنى أن تبتعد وأن تخاف منه سبحانه وتعالى. فترجمتها في اللغة الإنجليزية fear. Fear Allah. اتق الله. Pillars of Islam. أركان الإسلام. Perform pilgrimage. فريضة الحج. Perform pilgrimage. يؤدي الحج. يؤدي فريضة الحج. Pilgrimage. إنما a pilgrim حاج أو حاجة. الحاج الفلاني أو الحاجة الفلانية. A pilgrim علي. Pilgrim محمود. Pilgrim إبراهيم. الحاج الفلاني الفلاني. طيب. The day of Arafat. يوم عرفة. The day of Arafat. يوم عرفة. Blessed مكة. مكة المكرمة. Blessed مباركة. مباركة. فتترجم عندنا في العربية مكرمة مشرفة وهكذا. Muslims. لا نقول Muslims لكن نقول Muslims. المسلمون. I am a Muslim. أنا مسلم. Life. الدنيا أو الحياة الدنيا. The hereafter. الآخرة. Paradise. الجنة. Paradise. الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. The fire. النار. The Prophet's Mosque. المسجد النبوي. المسجد النبوي. The Prophet's Mosque. Blessed كعبة. الكعبة المشرفة أو المكرمة. Angels. ملائكة. Angels. ملائكة. Angels. ملائكة. النطق الصحيح. Angels. فهنا حرف جي ينطق G. Angels. ملائكة. Allah and his angels pray on the prophet. البعض يمكن أن يقول إذا أردنا أن نترجم الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون نعرفها بمعنى pray. يصلي. ولكن pray في اللغة العربية تعني الصلاة في اللغة العربية تعني أو كلمة الفعل pray يصلي عندنا في اللغة العربية يصلي يتضرع يبتهل المعاني الثلاث. فليس من المعقول أن نقول الله and his angels الله وملائكته pray يتضرعون ويبتهلون للنبي محمد. هذا خطأ. ولكن الترجمة الصحيحة هي Allah and his angels send blessings on the prophet. Send blessings. Send blessings. Blessings. هنا
send blessings هي المقصودة بيصلون، لأن صلاة الله وملائكته عز وجل على النبي هي إرسال الرحمات والبركات له صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتناسب مع المعنى هنا. إذا كلمة pray خاطئة في الترجمة، أما الكلمة الصحيحة فهي send blessings. Allah and His angels send blessings on the Prophet. We fast. نحن نصوم. Fast اللي انتوا عارفينها بمعنى سريع أو بسرعة، هي فعل بمعنى يصوم. We fast. نحن نصوم. On the day of Arafat. We fast on the day of Arafat. نصوم يوم عرفة. هذا لغير الحجيج. الحجيج اللي هم على عرفات الله لا يصومون، ولكن نحن من نصوم في هذا اليوم لأننا لسنا من الحجيج. We fast on the day of Arafat. نصوم يوم عرفة. We fast on the day of Arafat. نصوم يوم عرفة. Blessed Adha Feast. عيد أضحى مبارك. Blessed Adha Feast. F-E-A-S-T. عيد. Blessed مبارك. Blessed Adha Feast. عيد أضحى مبارك. وهذه تهنئة للآخرين في عيد الأضحى المبارك. Blessed Adha Feast. بكده نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا أريد أن أضغط على حضرتكم في السبسكرايب، فهذا يكون كرما منكم، فلا تبخلوا علينا بهذا الكرم، لأن هذا يعد التشجيع لنا في هذا الطريق لكي نبذل أكثر جهد لتقديم أفضل ما عندنا لحضرتكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.